بلدة السوة وكتيبة الدفاع الجوي المتواجدة على أطرافها بعد تحريرها على يد أبطال الجيش الحر، أبطال حوراء الأبية. هذه عربات الأسد، هذه عربات الأسد، وهذه دباباته، هذه دبابات الأسد اللعينة، هذه دبابات الأسد اللعينة. تبا لك يا ابن الأسد، تبا لك ولجندك. والله لن نركع، والله لن نرجع، والله لن نستسلم. ماضونا ماضونا في إسقاط نظامك المجرم، ماضونا ماضونا في إسقاط نظامك المجرم.